تقدم سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، وسمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان جموع المشيعين لتأدية صلاة الجنازة على شهيد الواجب الوطني المقدس الوكيل أول آدم سالم نصيب من رجال قوة دفاع البحرين البواسل بمقبرة البديع صباح اليوم. وقد لحق شهيد الواجب المقدس بركب إخوانه من شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها. وتلا سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وسعادة رئيس هيئة الأركان والمشيعون الدعاء للشهيد بالرحمة والمغفرة والرضوان، وتم تشييعه إلى مثواه الأخير. وقد نقلوا عزاء ومواساة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله ورعاه، إلى أسرة وأهالي ذوي شهيد الواجب الوطني ودعواتهم وأمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. كما قدموا خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد وذويه، ودعوا الله تعالى للشهداء بواسع الرحمة والمغفرة وأن يدخله فسيح جناته ويتقبله مع الشهداء والصديقين والأبرار، ودعواتهم بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. حضر التشييع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من المسؤولين وأسرة وأهالي الشهيد وجمع غفير من المواطنين.